هيدي الأكلة أو الأبيتايزر دايماً بحضرها وبقدمها بس نكون مجموعين كلنا سوا، وحبيت أنا تكون الوصفة الثانية من الوصفات السهلة والسريعة اللي حنكون عم نقدمها هيدي الفترة مع موسم كأس العالم. بطاطا مشوية مفرغة ومحشية على طريقتي، يلا نحضرها سوا. رح نبلش أول شيء ونجهز البطاطا. طبعاً بهذه الوصفة الكميات رح تكون على حسب كم حبة بطاطا بتكون تعملوا، على حسب أفراد العائلة كم شخص أنتو. أنا كان عندي شي 5-6 حبات من البطاطا، بغسلهم كتير منيح بس ما بقشرهم، وبرجع مثل ما عم تشوفوا قدامكم بالشوكة بخشهم مزبوط من كل الميلات. رح ملحهم برش صغير من الملح وارجع أضيف عليهم شوي من زيت الزيتون، وبرجع بفركهم كتير منيح مثل كأنه عم نعملها مساج لحبة البطاطا حتى نغلفها كلياتها بالملح وزيت الزيتون. بنرجع بناخد كل حبة بحبتها وبنلفها بورق السانيتا أو بورق القصدير، ومن بعدها بدنا نفوتهم على فرن حامي من تحت بس على أعلى درجة حرارة موجودة عنا لحتى يستووا عنا. بياخدوا تقريبا من 30-35 حتى 40 دقيقة ممكن. بس يستووا بنطلعهم بننطر عليهم حتى يبردوا ويصيروا دافيين، ما بنشتغل فيهم هن وسخنين لأنه بيفرطوا معنا. فبننطر عليهم شي ربع ساعة تلت ساعة حتى يبلشوا يطفوا، ومن بعدها مثل ما أنا شفتون كيف بصلهم راسهم من فوق لحبات البطاطا، وبصير بفرغهم بفرغ قلبهم، وحتى الراس اللي شقيناه من فوق كمان بنفرغه. وقد ما بنقدر نفرغ البطاطا ونشيل كمية من البطاطا الموجودة بلا ما نكسر حبة البطاطا وننزعها قد ما بيكون أحسن، هيك فينا نرجع نحشيها بكمية أكبر من الحشوة اللي بنحضرها. البطاطا اللي فرغناها رح نحطها بقلب طنجرة ورح نرجع نهرسها بالشوكة أو بالأداة اللي بتهرس البطاطا، وهون أنتو عندكم الاختيار تحطوا اللي بدكم إياه، أي شي بيخطر على بالكم فيكم تحطوه بالحشوة بتطلع كتير طيبة. أنا حطيت علبة صغيرة من الذرة، معلقتين كبار من الحليب البودرة، شي ربع كباية من الحليب السائل، بصل أخضر، شوية بيبروني بقري، شي معلقتين كبار من الزبدة، وطبعاً أكيد ما فيها ننسى الجبنة، أي نوع جبنة أنتو بتحبوه كمان فيكم تضيفوه، أنا استخدمت الأشقوين والموتزاريلا والتشدر الأصفر. طبعا اكيد بدنا نملح بمعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وشويه بابريكا بتعطي طعمه طيبه وبنفس الوقت بتعطي لون كتير حلو. وفي شغله بدي اقول لكم اياها بالنسبه لهذه الحشوه، من الاساسيات تاعولها نحط الحليب البودره والحليب السائل وشوي من الزبده، والباقي كله انتم اختياري، فيكم تحطوا فيكم تنقصوا على ذوقكم. بناخذ طنجره على الغاز وبنضلنا عم نقلبهم على نار هاديه لحتى الجبنه تدوب والزبده تدوب وكل هالمكونات يصيروا ممزوجين سوا كتير منيح. ومن بعدها منصير حبة حبة من البطاطا اللي فرغناها رح نحشيها بهذه الحشوة اللي حضرناها. قد ما بتقدروا تعبوا حشوة بقلب البطاطا عبوا، ما في أي مشكلة، بالعكس كل ما حطيته أكتر كل ما بتطلع طعمتها بعد أطيب. طبعا هذه الحشوة رح يبقى منها شوي على جنب، بتحطوها بقلب صحن وبتقدموها وبتاكلوها طعمتها غير شكل. وبنرجع منزين وجه حبات هالبطاطا بشوي من الجبنة، وبنرجع كمان مرة منفوتهم على الفرن، بس هالمرة الفرن شغال من فوق بس حتى الجبنة تدوب عنا وتاخد هذا اللون الذهبي الحلو، وبتصير البطاطا تاعيتنا جاهزة حتى نقدمها ونستمتع فيها. يعني أكلة قد ما لكم طيبة قولوا بعد أطيب. جربوها هالفترة وقت تكونوا مجتمعين أنتوا والأهل والأصحاب وعم تحضروا مباريات كأس العالم، واعطوني رأيكم فيها، وصحتين وألف عافية على قلبكم جميعاً.